كما كتعرفوا هاد الشوشره اللي واقعه اللي تسبب فيها الرئيس ديال الاتحاد البيضاوي ضد السيده المديره، المساله من ولا فيها العنف، والعنف ماشي اي عنف، يعني عنف ضد امراه. وهذا العنف هذا كما كنعرفوا حنا مغاربه كاملين، يعني عندنا مواتنا، عندنا خواتاتنا، عندنا بزاف ديال الحوايج، ما خصش العنف يكون بالنسبه للمراه لهذه الدرجه. وما بالك باننا هذا العنف هذا فين طبق في مركب رياضي، يعني كما كنعرفوا الرياضه ليست احرازا للكؤوس بل تهذيبا للنفوس. فين هو التهذيب ديال النفوس وفين هو الاحراز ديال الكؤوس؟ ما كاين والو. اليوم جينا باغي نشرحوا لكم هذه المساله، علاش بالضبط حنا واقفين كحقوقيين مع هذه السيده هذه. اولا هذه السيده غنعتبروها كما كنقولوا ديما بحال الاخت، بحال الام، بحال راه هي اللي ربات الاجيال. راه شكون اللي ربى هذاك الرئيس؟ امراه. شكون اللي رباني انا؟ امراه. الصحافه رباتهم امراه، يعني ما خص تعنف هذيك المراه. وحاجه اخرى غادي ندخلوا لها مو بالمباشر، هذيك المراه علاش تعنفات؟ علاش؟ على قبل جاوا باغيين يديروا خدمتهم راسهم بدون صفة قانونية، يعني باغيين يستغلوا واحد المقر، هذاك المقر ديال مقاطعة عين السبع، السيدة خدامة مديرة تدير الشؤون ديال الملعب، يعني إلا بغيتي شي حاجة من عندها حنا صحافة ولا حقوقية راه كندخلوا لوتوريزاسيون باش الله ندخلوا عندها، ما بالك باغي تاخذ أنت مقر، هذا المقر واش كان قهوة ولا هذه؟ ورئيس المقاطعة هو اللي قال للناس ديال الطاس بأنكم غنفتحوا هذه وغتستافدوا منها ويوليوا الناس بقاو شي يتحركوا بزاف برا وهذه تما مزيانة الريسو. ناض هاد السيدة هذه خدامة وواقفة على شغلها، هاد الحارس اللي كيقولوا هما كارد كور ولا ما عرفت شنو هو، جا بغا يركب القفل لراسو، يعني ملي غنركب القفل راسي وغندير السوالت في جيبي، يعني تيران ما بقاش ديال المقاطعة عين السبع ولا ديال الطاس، وراه ما كاينش ديال المقاطعة هو. وفي التسيير ديالها هاد السيدة ملي قالت لي ما ودي راه أنا خدامة غير إدارية وكذا وكذا، شوش داروا لها؟ التعنيف اللي داروا لها ما كاينش بحاله. أنا ما عمري تخيلت بأن رئيس فريق غيبدي يقول المديرة بهاد الكلمات كما كتقول هي قاقوقي. انا ما تصرتش ليا غيقول لي شي واحد قال المراه قاقوقي وانت مسؤول، نخليوها للشماكريه هذه الهضره هذه. احنا اليوم واقفين تغناخذوا الحق ديال السيده. التعنيف ضد المراه، ضد المراه عامه ما خاصوش يكون، وخاص بنادم ينزلوا عليه بالعواقب بالعقاب اللي ما كاينش بحاله، لان هذا الشيء هذا ما خاصوش يكون في هذه البلاد هذا. الحمد لله في 2021 وسيدنا راه واقف على المساله ديال التعنيف، ما بالك بان التعنيف داز فين؟ في مركب رياضي يا عباد الله. الرياضه ولا فيها التعنيف، والتعنيف غير عادي، ماشي غنقولوا جمهور ولا مسير ولا كذا، تعنيف رئيس ديال الفريق عنف مديره ديال المركب. هذه راه مشكله، هذه ما عندوش الحق يعنفها. وحنا كوننا كمراصده وحقوقيين وولاد الحي المحمدي، هاد السيده غنبقاو واقفين معاها، غنبقاو واقفين معاها حتى تاخذ حقها. وكما غنعاود نقول لكم ثاني، راه الا سمحت لي هاد السيده انا ما غنسمحش ليها وغنتابعها، لان سيدنا قال لنا صلحوا ماشي قال لنا تصالحوا.